ازيكم يا مواليد برج الجدي، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الجدي ليوم الخميس 23 فبراير شباط 2023. على الرغم من ان اليوم ده هيكون محموم جدا، الا انه بيقدم كتير من الفوائد المالية ليك. مع كده هتبقى مشغول جدا وهتحاول تقوم بحاجة بشكل مفرد النهاردة. كل ده هيؤدي لنتائج ممتازة جدا وهيوفر ليك في اليوم ده اللي بيعتبر سعيد فرصة عشان تتغلب على اي امراض عندك. اي امراض بتقوم بيها هتبقى فيها عوائد ايجابية كتير، خاصة من استثماراتك القديمة. بالاضافة لكل ده هتبقى حياتك الزوجية اكتر سعادة وهتبتدي ترتفع حالتك الاجتماعية اكتر. بنصحك بانك تتقدم بشكل كبير النهاردة من خلال انك تحقق، هيبقى عندك فرصة تتغلب على اي مرض ممكن تبقى انت بتواجهه. في عوائد كتيرة ايجابية عندك، استثماراتك القديمة هتبتدي تبقى مربحة، هتبقى حياتك الزوجية اكتر سعادة في الفترة دي وهترتفع حالتك الاجتماعية اكتر. بنصحك بانك تتقدم النهاردة من خلال انك تحقق تقدم كبير في شغلك. من النهاردة هتنام في المساء اكتر. بالنسبة ليك عاطفيا، توقعاتك النهاردة هتتمتع بحياة زوجية مرضية جدا. هتشتغل مع الأزواج النهاردة بشكل كبير عشان تتغلبوا على أي مشكلة. هتبقى بتتاح قدامكم فرصة عشان تمشوا في نزهة مع شريك حياتكم. النهاردة اليوم مناسب عشان تحسوا بأنكم هتميلوا أنكم تعبروا عن مشاعركم أكتر لشخص أنتوا بتحبوه. هيجيب ليكم أضاء وقت أكتر مع أسرتك فيها سعادة داخلية واسترخاء واضح. بالنسبة ليك مهنيا، النهاردة كل الناس اللي حواليك يعتبروا في حالة مزاجية مدمنة للشغل، هيكونوا قادرين علشان يكملوا كل مهامهم المتعلقة في اليوم ده. لو كانوا حابين المساعدة في انهم يكملوا المهمات فما تترددوش انكم تلاقوا المساعدة. هيبقى في امكانية تلاقوا مكسب مالي استثنائي في اليوم ده. اليوم بيمر بشكل مثالي للاستثمارات، لكن هناخد قرارات حكيمة دقيقة اكتر اثناء ما اننا بنقوم بده. هيكون عندنا استثمارات حلوة جدا، هنحافظ على مسيرتنا المهنية عن طريق اننا نتقدم اكتر. عندنا اهمية بمكان هنبقى بنستكشف فيه حاجات جديدة باستمرار، هنبقى بنساهم في اننا نقابل اشخاص مناسبين لنا، هنلاقي فيه نجاح، هنبقى بتتاح عندنا فرصة عشان نمشي في رحلة شغل اضافية هتعد فيها بقاء اكتر علشان نطلع دايما بالاتجاهات الصح اللي بتبقى في حياتنا المهنية. والموضوع ده يعتبر ضروري جدا لو حابين نحافظ على مكانتنا الزايدة فينا. مع تقدم اليوم في حياتنا المهنية هنتوقع منافسة جديدة من كل منافسينا. بالنسبة لينا النهاردة صحيا هنعرف نتوقع صحة كويسة فيها موجة من الطاقة العاطفية اللي عندنا بفضل القدر اللي بتبقى بتمتلئ من خلاله بيتك بالاهتزازات الإيجابية والسعادة الخاصة مع وصول الضيوف اللي فيه. بتحافظ على نظام غذائي صحي هتعرف تردعه بشكل كبير. عندك سلبية، عندك استمتاع بيومك على أكمل وجه هتبقى فيه.